يا أخ الإسلام، ما يمنعك أن تحفظ كتاب الله جل وعلا؟ يا أخ الإسلام، ما يمنعك أن تحفظ كتاب الله جل وعلا؟ يا أخ الإسلام، أما تريد أن يكون لك مقام عظيم عند ربك عز وجل وأنت تحفظ القرآن؟ يا أخ الإسلام، أما تعلم أن صاحب القرآن مقدم في الدنيا، مقدم في البرزخ، مقدم يوم القيامة؟ أما أنه مقدم في الدنيا، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ ما قال يا أم القوم أغناهم أو أحسنهم جاها أو أرفعهم سلطانا أو أغناهم مالا، بل قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، بل قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الله الله، إذا كنت قارئا لكتاب الله جل وعلا. عن نافع بن عبد الحارث رحمه الله عز وجل أن عمر بن الخطاب قال له: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة هذا؟ قال: مولا من موالينا. قال: أستخلفت عليهم مولا؟ قال: يا عمر، إنه قارئ لكتاب الله وإنه عالم بالفرائض. صحيح أنه مولى، صحيح أنه مولى، ولكنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض، عنده علم، عنده علم بالقرآن وبالسنة. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يا أخ الإسلام، ما يمنعك أن تحفظ كتاب الله جل وعلا؟